ساعات مش هتوانا ساعات لان القانون ما يبقاش ينزل من بين اي خطه تلقى جميع عموميه الا بالفلوس. ظبطني؟ ده جدا. الفلوس اللي عندي جدا. قانون في ايدي اليوم. قانون ماده 36 و37 القانون الرياضي. ده لا فعلا القانون ده ليه صعب معين. عشان لازم نحسبها على حسابات الفلوس التطبيق. الدفتر الثاني اللي هي عندهم غير عاديه بيبقى عايزين 10,000 تطبيق. يعني عايزين في الدفتر الثاني زياده فرق. عايزين في الدفتر الثاني زياده 2500 تطبيق. عرفتوا بقى ايه كده؟ احنا طبعا كنتوا معايا من الصبح. الدوله عملت مشكله عشان كلموا شاب حضر قال لهم انشر. قال لهم اتفضلوا انشر. راح على النشر قال لهم انشر. لكن ده نادي الزمالك. اللي رئيسه لم ينكسر ولا النادي هينكسر. فانا انت بكده نادي الزمالك بهرم. اقعد في الهرم طول من هنا للسنه الجايه انت ايدك هتوجعك. اعضائي محترمين ومحترمين. احنا عملنا جمعيات امنيه كده يا جماعه.